ذات دعاء للمريض. أفضل ما يتم القيام به كعمل خير هو تقديم دعاء للمريض وزيارته، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. وهذا يبين فضل زيارة المريض والدعاء له وقول له قولا معروفا. أهمية زيارة المريض: جعل الله سبحانه وتعالى زيارة المريض مثل زيارته هو جل وعلا شأنه، وذلك من عظم وأهمية زيارة الشخص السليم المعافى للشخص المريض، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك ولم تسقيني، قال: يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بحق زيارة المريض، حيث قال: أن للمسلم على المسلم خمسة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنائز، رواه البخاري ومسلم. رسائل دعاء للمريض: يا ربي خفف عنها كل ذرة ألم ترهق جسدها، شفاك الله يا قطعة من قلبي. يا ربي إنه أغلى ما أملك، يؤلمني ألمه ويبكيني تعبه، اللهم اشفيه من كل تعب وهم وضيق، اشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم إني استودعتك إياه. ألف سلامة عليك من المرض، شفاك الله وعافاك يا رب، ربنا يحفظك ويبارك في صحتك، آمين. اللهم اشف الأجساد المتعبة ورد لها عافيتها، اللهم اشفيه شفاء ليس بعده سقم أبدا، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام. اللهم اشف فلانا يا رب شفاء لا يغادر سقما، اللهم اعف عنه يا رب، اللهم البسه الصحة والشفاء العاجل. اللهم إن كان دواؤه في السماء فأنزله، وإن كان دواؤه في الأرض فأخرجه، وإن كان دواؤه بعيدا فقربه، وإن كان دواؤه عسيرا فيسره، وإن كان دواؤه صعبا فسهله، إنك أنت سبحانك بكل شيء كفيل وعلى كل شيء قدير، وأنت الملتجأ إليه في الصغير والكبير والعظيم والقطمير. اللهم اجعل مرضه كفارة له من خطاياه، وأخرجه من مرضه وقد غفرت عنه ذنوبه جميعا. اللهم عافه واعف عنه واشفه وخفف ألمه وثبت قلبه واجعله من الشاكرين، ولا تجعله يا رب من القانطين اليائسين. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، وأسألك يا ربي بجودك وكرمك وقدرتك على العباد ومقدرتك على كل شيء أن تشفيه شفاء تاما وأن تعافيه معافاة سابغة كاملة. اللهم إن عبدك هذا المبتلى مريض فاشفه سبحانك أنت وحدك الشافي، وإن زعم الناس أن الطبيب هو الشافي فلا شفاء إلا شفاؤك ولا معافاة إلا معافاتك. اللهم بعدد من سجد وشكر نسألك أن تشفي كل مريض شفاء لا يغادر سقما، وتعوضهم خيرا عن كل لحظة وجع وألم. اللهم رد كل مريض إلى أهله سالما معافا من كل أذى وضرر. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.